طريقة دراسة المنظور وإيه علاقته بالبورتريه بارت 1. الأول هاتوا الشاي بلبن بتاعكم معاكم واعملوا سيف وفولو عشان تبقوا تشوفوا بارت 2. ويلا بينا. بص يا سيدي، كلنا اتفرجنا قبل كده على أفلام كرتون أو أنيمي وشوفنا صورة الطريق بالشكل اللي برسمه ده. طيب إيه اللي كان بيوصل لنا إحساس إن الشخص رايح لقدام في الطريق ده أو راجع؟ هو اتجاه رؤيته والنقطة اللي موجود فيها على الطريق. لو بصينا هنا هنلاقي زاويتين للرؤية، زاوية منفرجة وهي زاوية رؤية عينينا في المكان اللي احنا فيه، والزاوية التانية زاوية حادة وهي النقطة البعيدة في نهاية الطريق. نقطتين على نفس الصفحة، لكن واحدة منهم حسستني بقرب المكان والتانية حسستني ببعد المكان. شوف إحساسك هيكون ايه لو قلبنا الصفحة وبصينا لنفس الطريق وهو مقلوب. الزاوية المنفرجة حسستني ان انا رايحة لنهاية الطريق، والزاوية الحادة حسستني اني في طريق العودة. هو ده المنظور، زاوية رؤيتك اللي بتحدد انت فين من الأشياء وشايفها ازاي. كمثال، لو برسم أوضة وبرسم فيها سرير، موقع الزوايا الحادة والزوايا المنفرجة هيحدد موقعي من الأوضة وموقع نظرة عيني للأشياء اللي فيها. صحيح، اوعوا تنسوا لايك وكومنت، اكتبولي في أسئلتكم، واستنوا بارت 2. سلام عليكم.